زيارة ميدانية على مستوى عمالة وجد أنقاد بجات الشرق، قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي. هذه الزيارة همت تدشين وإطلاق عدد من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية المنجزة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بالعمالة. زيارة الوزير همت تدشين مسالك قروية بمحمد وتتبع تقدم إنجازات برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بعمالة وجد أنقاد. هذه الزيارة ديال إقليم ديال وجدة أنقاد اللي يعني الإشراف على المشاريع ديال التنمية الفلاحية في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على صعيد ديال هذا الإقليم، واللي فيها عدة مشاريع مهيكلة، مشاريع الفلاحة التضامنية اللي كتضم يعني غرس الأشجار المقاومة للجفاف والتقلبات المناخية كالخروب واللوز، وكذلك مشاريع ديال دعم الكسابة. الزيارة شملت كذلك إطلاق مشروع لتجميع سلسلة الخروب وتتبع عملية البذر المباشر للحبوب بعمالة وجد أنقاد، وكذا الوقوف على وحدة لاستخلاص زيت الزيتون في إطار الشراكة بين الدولة والخواص.